مشاهدينا متابعين معكم ببرنامجكم المميز على الموعد، وبهالفقره بصيرني استضيف اخصائيه التغذيه سابين صوايا. اهلا وسهلا بونجور، فيك. الله معك. بونجور. لحتى نحكي عن السعرات الحراريه بالمأكولات. كتار ما بنعرف، يعني بنشوف كاتبين السعرات الحراريه على علب المأكولات سابين، بس ما بنعرف كيف نحن نقريهم يعني مظبوط نقريهم او مزبوط. مظبوط. فاليوم حضرتك معنا لحتى نحكي عن هذا الموضوع، ونحكي كمان عن النظام الغذائي بالصيف. رح اوكي، نبدأ بالسعرات الحرارية، احكي لنا شوي عن هو هذا من الموضوع. اهم الاشياء بالدايت، مش انه نحرم حالنا من شيء، انه ننتبه للكميات، ناكل بطريقه ان مودريشن، يعني بكميه معتدله. الواحد اللي ما بينتبه له هو انه بس نقرا نحن النيوتريشن فاكتس على الحياه لنوع اكل، نتطلع انه مثلا فيها 160 كالوري، بس نحن بننكر او ما بنطلع على السيرفينج سايز. مثلا اوقات بيكون عندنا مثلا 5 سيرفينجز بقلب الاكل معينه، نحن بنفكر انه كل واحد انه كلها بتحتوي على هالكميه السعرات الحراريه اللي هي مثلا 160 كالوري، بتكون هي هال 160 بكل سيرفينج، يعني بدنا نضربها فوا 5 بتصير اذا فيها 5 سيرفينج مثلا هيدا النوع الاكل، نعم. مثل بتشيبس وهول اكثر شيء بنغلبط فيهم، يعني بنفكر الكيس كله بال 50 بيطلع فيه 1000 وشوي. اوكي، ولازم ننتبه كمان لغير اشياء اللي هو ساتوريتد فات، اللي هو التوتال الفات التوتال، يعني وقد في بقلبه ساتوريتد مونو ان ساتوريتد، كل هول الدهون الجيده والعاطله بقلب الليبل نركز طيب عليها. سابين، مثلا اوقات بنشوف المشروبات الغازيه، اكيد مش رح نسمي، زيرو كالوري، هاي مظبوطه انه ما فيها ولا سعره ايه، هو حراريه؟ مزبوط هذا الشيء، لا بيكون انه مثل مي مع تلوينه واسيد شوي، بحطوا له اشياء مثل اسبارتام وهول السكر الاصطناعي اللي ما في بقلبه وهذا كالوري. مش صحي، ما هيك؟ هو منه صحي مزبوط مثل ما قلت، بس انه ما في شيء بيقول انه بيأذي، يعني في كتير دراسات عم تنعمل بعد ما في شيء بيأكد انه هو بيعمل لنا مشكله اذا اخذناه بكميه قليله. رجعنا على قصه انه كل شيء ان مودريشن وبدنا ننتبه للكميات، هيدا اهم خلينا نشوف شغله. صورة سوا على الشاشة نعلق عليها. مثل ما شايفين هون نيوتريشن فاكس كان عم اقول لكم انه عن السيرفينج فوق. اوكي، بحطوا لنا قد ايه في نمبر اوف سيرفينجز، اذا فيها وحده اثنين تفضلي. ثلاثة حسب قد ايه في. اوكي، بنرجع بنطلع مثلا على السكر، بنشوف قد ايه في، مثلا بنطلع على جنب مثل ما شايفين مثلا دي في بيرسنت دي في اللي هو الديلي فاليو، بيكون في بورسنتاجات معينين 15 20 5، كل ما نطلع بهيدا الرقم كل ما يعني عم بتغطي لنا اكثر من هالنوع الاكل، هالنوع المايكرو نيوترينت بقلب الاكله. مثلا اذا حاطين لنا سكر 5% هيدا بيعني انه بتحتوي على كميه قليله، نعم، يعني 5% يعني شيء قليل، كل ما علينا 10 20 اكثر بتزيد. وهول الارقام مع اي اساس حاطينهم؟ حاطينهم على اساس اذا حدا عم ياكل 2000 كالوري دايت، عرفت شو؟ يعني 5% من هال 2000 كالوريز هن من السكر مثلا جايين، على هالاساس هن بيحسبون. رحنا عند دايتشن مثل حضرتك مثلا، لنقول يعني لنقول للامرأة اعطتيه قد بينسمح ل 1500 مثلا كالوري او هو اكثر؟ تقريبا المرة يعني 1006. 1006 شو تقريبا. بتكون مقسم هيدا الكالوريز من الصبح لعشية؟ اوكي، هو تقريبا لازم هيدا الكالوريز يتقسم 50% على النشويات، هيدا العالم بيخافوا منه انه نشويات 50% ودائما يعني كثير النشويات بتنصح، مش ودائما مزبوط بيعملوا ابدا. الكربوهيدرات دايت انه صح لينزلوا. صح نعم. والبقوي بنقسمهم على الفات وعلى البروتين، على البروتين حتى اقل من الفات بدنا 20% من اكلنا بروتين، و30 الباقي من 100% هي الفات. اوكي، نحن حاليا يعني تقريبا بال 1005 فينا نكون عم ناكل 3 وجبات و3 سناكات، حسب يعني كيف الواحد بينقسمهم، كل ما بيطلع له اكل اكثر وكميات اكثر. في الواحد يتروق مثل عادة تارتين الصبح قبعة سمراء مثلا مع جبنه بيضاء لايت او هلا الشوفان لبنه. كتير شوفان هلا الناس دارج، ما عم هلا جاي تتناوله، لهون، الخالي من الخميره كمان. كثير مفيد الشوفان، الشوفان منيح لمريض السكري، مريض اللي معه الكوليسترول عالي، كل هول التريجليسيريد هالامور بخفض لنا اياه بالدم، بخفف امتصاصه، وهذا الشيء المنيح فيه. وفينا نضيف معه حليب، اللي عنده مشكله مثلا على الحليب العادي فينا نحطه لاكتوز فري، بس في كثير عالم عنده حساسيه هلا هالايام. والناس بتاخده لايت يعني ايه الحليب لايت، بنجيبه زيرو فات، في كذا نوع سكر. يعني بالسوق، حيلا بنحطها نعم. بننقعها، فيها ننقعها على النار، يعني نحط كاس تقريبا نص كاس نغليها شوفان شوي. نغليها مع كوبايه حليب، رشه سينمون اللي هو القرفه،
اوكي بنخلطهم مزبوط، بنخلي المي تتبخر، بيطلع لنا مثل هيك بيفلشوا شوي الاوتس وبيعطونا شبع 3 4 ساعات مينيموم يعني، كثير وسابين في بيشبع. كتير كمان بيتناولوا حليب الصويا، هل هو مفيد؟ الصويا مثل ما قلنا قبل كمان فينا نستبدله بدل الحليب العادي، عرفت شو يعني، اذا نعم. عنده الواحد مشكلة، بس انه مش هو الاساس، بين نستعمله التروي او كمستبدل. الغداء شو بناخذ؟ فينا ناخذ حبة فواكه مع كم حبة لوز، جوز، ني مثلا، نرجع بناخذ الغداء على طول، بيكون في جات سلطة سلطة. حد الغداء مع طبخة. أنا بحب الطبخ للصراحة يعني، مثلا كفكير رز فينا نعمل مع 2 كفكير من الطبخة اللي باقية. من بعدها فينا نلتجئ لشي سناك، إذا بنحب شوكولا مثلا فينا نقطع شي صغير مثلا الدارك سافا، تشوكلت. ايه فينا مثلا إذا عبالنا ما عبالنا حلو نقطع مثلا عشي 3 كاسات بوشار مثلا بزيت قليل، حسب نحن شو بنحب. اذا بنلتجئ في كمان اللي للسكر بيجوا مثلا اللبن اللي بيكون مع يوغرت، الفواكه صح، اليوغرت، هول كثير هذا طيبين هول هن، هذا مفيد كمان، مزبوط، وفي فينا منه نستعملهم بيجي دايت سناك كمان. كمان، يكون في بقلبهم ستروبري او شيء فينا نحطهم ببول، كمان نحط فوقهم هيدا ناتس، كمان جوز الهند شوي، كمان بيطلع هيك بول طيب، فينا نستعمله ترويقه كمان. واللبن قدامهم في ناس كثير بتاخده لبن كثير على اساسي، العشاء كمان، كثير اساسي قبل النوم كمان، لا بخلي الواحد بيرخي يرخي الأعصاب. بيرخي جسمه، والمنيح فيه انه فيه بروبايوتكس اللي هن منيح للمعده اساسا. هذا النظام اللي اعطيتينا اياه كمان بيزبط كصيفيه هلا كنظام غذائي بالصيف، بس ممكن صح، نزيد فينا عليه نعدل فواكه عليه اكثر كثير، او صح، ايس كريم. نزيد الفواكه الكميات اكثر، مثلا بدل 2 حصتين ناخذ 3 بالصيفيه، نركز على الاشياء اللي فيها فيتامين سي، على الجزر اللي هو للبرونزاج كثير مهم مثل ما بنعرف، بيتا كاروتين لانه بيتا فيه كمان. كاروتين في بقلبه، في كثير قصص. فينا مثلا كل وجبه نكون فيها خضره، هذا شيء اساسي وارجان. ما ننسى نشرب مي خلال شهر الصيف، الاشهر الصيفيه يعني، لانه كثير بصير في نسبه دي هايدريشن بتصير بهالفتره. كثير بنسمع سابين انه المي بتضاعف، كثير بنسمع كمان من اخصائيين التغذيه انه لا، هي بتساعد انه تخلصنا من سموم الجسم، واذا عم نعمل دايت انه مش بتضاعف بس بتشيل السموم والاوساخ، يعني قد ايه هذا مهم. المي هي كتير اساسيه مثل ما قلت لننظف جسمنا من كل هالامور، بس انه ما في شيء بيضاعف، هذا بدنا نعرفه يعني، ما في شيء بيفوت على الجسم بيضاعف، ما لنا مزبوطه صح. هالشغله. اللي منيح فيها انه اذا شربت مثلا قبل الاكل كوب او كوبين بخليك تحس بشبع اكثر، بتاكلي اقل، من هالمنطلق يعني جاي قبل بنص قصه انه ساعة فينا بتضاعف. نشرب كوب ماء أو ايه شيء. مزبوط، قبل بنص ساعه بنشرب كوب مي مثلا قبل الغداء، الصبح انا بحب على الريق كوبين مي ينشرب، بتنصحي مثلا صبح ريق كتير الناس بتعملها مي هي سخن المي السخنة مع كثير الحامض؟ بسمع فيها، بس انه ما في بعد دراسه بتاكد انه هذا الشيء انه له مفعول مثل ما العالم بتحكي، عرفت شو. عن المفاهيم الخاطئة كمان بنسمع سابين انه خلي التفاح مع مي سخنة عريق، هول هاي القصص بحسها يعني انه مش فيه بتحرق المعدة، انه كيف بيقدروا انه اسيد يتحملوها؟ تقيل يعني، بعد عم زيدوا اسيد المعده ابدا، ما بتفيد ابدا. يعني فينا قد نزيدها على على السلطه اذا السلطة هالقد حب اكيد، عبالنا بس يعني هو خل، بيحرق الدهون لا ما الخل مزبوط هالشيء، منه لا ما في مزبوط. دراسه بتقلك انه هيدا بيحرق ابدا. هلا كمان من انواع الديتوكس العصائر الخضرة، مثل كمان عصير دارجين هالفتره البندورة، عصير يمكن بروكولي، في ناس بتخلطه مع شيء، اشي قد ايه هول الجرين مهمين؟ جوسز هن مهمين، بس العالم عم يستعملوهم بشكل غلط، يعني عم بيكون هذا هو اكلهم الاساسي خلال النهار، عم يشربوا بس كل نهار جوسز، بياكلوا سلادات، هذا الشيء انا ما بحبزه كثير. في الواحد ياخذها سناك مثل ما قلنا قبل شوي، مثلا مثل اليوغرت نحط محلها جوس، اوكي اذا بدنا نعمل بوست للفيتامين سي، اذا ما عم ناكل كثير انتي اوكسيدان خضره وبنفضل جو، فينا نقطع مثلا وحده بالنهار، بس انه كل ما الواحد اكل الخضره مثل ما هي كل ما احسن، كل ما اخذ نوافع منها كلها. طيب شو الديتوكس المهم هلا بالصيف للبشرة، ولا يمكن الديتوكس بيضاعف مثل ما بيقولوا ولا لا؟ الديتوكس هو الدرينكس، لانه عم يستعملوه بشكل خاطئ، شو عم بيصير؟ عم ياخذون على كذا يوم عم ناخذ هالعصير، فشو بيصير هون؟ نحن عم نخسر المي بالجسم. في منهم بحطوا معهم زنجبيل وحامض وخيار، الزنجبيل هو مهم، بيخترعوا ايه يعني قصص. ما عم قلك، في الواحد يشربهم مثلا اول ما يوعى هيك بيعملوا بوست للاميونيتي تبعهم، لكمناعه عم نحكي هون نعم. اكثر من انه ضعف. اوكي فشو كنا عم نقول، انه هو العصير لكينا ابدا ما بيضعفوا يعني، مش مزبوط هذا الشيء. سابين في ناس بتتبع يمكن نظام غذائي للعصائر، ممكن حدا يكون عنده مناسبة، أنا عم بقول لك أشياء من الواقع يعني صح، بتصير، بيكون عنده المناسبة بي بي بيلتجئوا يمكن لـ3 أيام مثلا تفاح لحاله أو شيء مثلا جوس،
انه قد ايه هذا الشيء خاطئ، يعني بيضرهم صحيا مزبوط. لبعدين. هلا اوقات جسم بس يعمل بلاتو، بيضطر الواحد مثلا يعمل له نهارين ثلاثه هالسيستم، بس مش كله عصير، بيكون انه مثلا خضره وفواكه وشويه بروتين، سوائل. حليب، لبن، هالقصص. مش نقطع حالنا من كل الاكل، ويضل الواحد عم يستمتع بالاكل، مش انه يصير كله عصير، لانه كتير مهم الواحد يستمتع بالاكل اللي عم ياكله، مش انه بس انه يشرب ويكفي نهاره وقاعده. طب شو بتقولي اللي بيتبعوا يمكن نظام غذائي عبر الانترنت، مثل ما بنسمع مثلا 3 ايام لبن وتمر مثلا على سبيل ايه هول المثال، النظام الغذائي اللي بيمشي على او الكل البروتين برأيه؟ دايت هلا رح نحكي عنه، بس مظبوط هذا النظام مثلا بيكون نوع غذائي او انه او نوعين مثل صح التمر صح صح ولبن مثلا، قد ايه هذا الشيء صحي حتى لو مده قصيره سابين يعني ثلاث مظبوط ايام قد ايه يمكن خطر او ممكن ما بيضاعف هذا الشيء؟ ابدا ما بيضاعف. مثل ما قلنا لازم يكون في 50% نشويات، 30% دهون، و20% بروتين. فنحن بس كنا عم ناكل هيك، يعني شو عم ناكل؟ ما عم ناكل غير اذا اعتبري حليب والتمر، هذا في دايت هيك. شو بنكون عم ناكل؟ بنكون عم نفوت سكر على جسمنا وفركتوز، بنكون عم نفوت نتفه بروتين ونشويات، يعني عم نفوت بمال نوتريشن، عم نفوت بقله غذاء ما بيسوى ابدا لو حتى لكم يوم. انه الواحد منه مضطر هالقد يلبك حاله، في ياكل كل شيء بطريقه معتدله مثل ما قلنا، ويعمل رياضه وبيمشي حاله. في ناس تتبع كمان على ابواب يعني فصل الصيف بتتبع البروتين دايت، بروتين دايت وبنسمع كثير انه عنده سايد افكت لبعدين اذا مثلا تخطى الجمعتين او الثلاثه، شو بينقص من الجسم وشو هو هذا البروتين دايت، يعني كيف بيتبعوه لا ينقصوا وزن وما يصير عندهم مخاطر لبعدين؟ البروتين دايت هو عادة أنا ما بستخدمه إلا بحالات معينة، أوكي؟ بنستعمله بس يكون عندنا بلوك معين، بلوك بنستعمله جمعة جمعتين ماكسيموم، أوكي؟ يعني بنزيد نسبة البروتين أكثر من ما كان عم ياكلها. هل ما مثلا في نشويات بالمرة؟ لا، بيكون في على الترويقة مثلا نكزة على الغداء، على العشاء لا، مثلا فور اكزامبل، هذا ما بيكون كتير قاسي، بنكون إنه خففنا نتفة النشويات وبنفس الوقت علينا البروتين، بس بهالطريقة بيكون عم يخسر مي. كمان رجعنا على قصة انه خسارة المي، بس نحن كمان بهمنا بنسمع انه الدهون، بيزيد طرقات القلب، في ناس بيصير عندهم خمول. واذا الواحد تبعه وقت طويل بيصير بطل عنده كالسيوم كافي بالعظام، عنده كمان بيصير يخسر هالكالسيوم كمان كثرته. البروتين دايت على وقت طويل ابدا ما بيفيد، مثل ما الرياضيين بيستخدموه بشكل هو بيكون خاطئ. قائم على اللحوم اكثر شيء والدهون، وكمان في قلي يعني المقالي انت عم تقصدي واحد تاني اللي هو اتكنز دايت او الاتكنز. الكيتو دايت، كمان هو ذاته نفس كيتو الكونسبت، بيكون هاي هن بروتين هاي قراب لبعضهم فات. لانه في منهم بيزيدوا عليهم مزبوط اشياء. ها هي بيكون لكن عالي بالبروتين وبالفات، وهالنشويات بيكونوا 10 جرام بنهارك، يعني اللي هو ماشي، يعني طب تخيل. ليش نحن دائما اخذين انه كل شيء كربوهيدرات هو بنصحنا؟ ما بعرف يمكن شو حسب هالفكرة، ما بعرف الاجسام منين او شيء. خلقت عند هالعالم، هلا نحن بس هذا كلنا الشيء عندنا خلص براسنا انه ايه الخبز، الخبز بالباك الخبز جراوند تبعنا. كثير مثلا الناس بيقولوا انه خلص وقفنا خبز هلا رح نضعف، صح وفعلا صح في ناس يمكن هن بينصحوا على الخبز، يعني هي بيكون هيك استروبيا مثل ما بيقولوا، بس هي ممكن يعني بتصير ما هيك. من هيك فينا نلتجئ للفود انتوليرنس تيست. اذا نحن هالقد مخوفنا الخبز، بنعمل فحص، ناخذ نصف الدم من الشخص وبنشوف على شو عنده مشكله ساعتها. هذا الشيء كمان عم نسمع فيه كثير صح هلا مؤخرا، صح هذا الشيء صح حسب فئه يعني الدم. عندي بالكلينيك انا في الواحد بيعمل فحص بيطلع نتيجته بعد ساعه تقريبا، بنعرف هو على شو عنده مشكله، ساعتها بيرتاح من النفخه، من الوجع الراس، كل هالامور هاي وبيبين انه شو فيها. الاشياء اللي بتنصحه غير ايه انه اللي اللي بتعمله ما بيقدر حساسيه؟ يهضمها الجسم اللي بهالطريقة بصير عنده نفخة، بصير عنده كونستيباسيون، كل هالأمور هيدا. عرفت شو؟ في كمان الحبوب، في ناس عندهم مثلا كمان بهيدا بصير عندهم اشياء من مزبوط. انواع من الحبوب، فاصوليا، مصران غليظ بازيلا، هذا مينلي. كمان مثل ما بنسمع مثلا بازيلا والجزر بيكون فيهم كميات كتير كبيره من السكر، يمكن صح بتمنعون صح انتم شوي اول فتره بالدايت كمان. هلا بدنا نحكي شوي انه عن الكوكتيل والايس كريم والجوسز بالصيف، بتكتر يعني هو هيدي الامور، الظهرات والشوب، وبيكتر انه تناولنا للايس كريم. صح في منه بيكون على ثلج نسمع فيه، في منه بيكون على طعمات يعني بيكون عادي مثل مزبوط. مشكل، وفي منه كمان بيكون يمكن مضاف له شوكليت، في منه قشطه مثلا صح. او شيء مثل البوزه الشاميه اللي بنقلها، قد ايه هول بيختلفوا عن بعضهم وبتختلف السعرات الحراريه فيهم؟
اوكي، هلا نحن عنا كتير انواع بوزه صارت موجوده بالسوق. يعني اولهم المعرفه البوزه الثلج اللي هي اخف وحده معروفه، في الكونز، في الكبيت، في كل ما هذا زدنا الطعمات، يعني كان طعمه اكثر مثل اباز دو شوكولا يعني، او اباز دو سنيكرز، هول أو الماس فريز هالامور، والأمور. اللوتوس، في قصص كل ما زاد فيها الكالوريز. يعني هون بنكون عم نوصل بسكوب تقريبا في 180 أو كالوري، اللي بيجي فيهم بندق صح، وفستق بنوصل وهول. 180 كالوري ل 200 كالوري بسكوب وحده. نحن على القليله عم ناكل 3 سكوبات بالقعده اذا رحنا طلبنا بوزه. يعني بتطبش على 600. فكل ما ننقي اشياء على فروي اكثر كل ما احسن. اوكي، اشياء ستروبري، حامض، سوربيه، نلتجئ للسوربيه اكثر. السوربيه مثلا فيها اقل كالوريز من البوزه العاديه اللي فيها حليب. لا، هو مين الكالوريز بيجوا بالبوزه؟ بيجوا من ورا الحليب إذا اللي رحنا هو على عالي الجاتو بالدهون. جلاسي أكتر فينا وأكتر. نقطع كاتو جلاسي صبا، بس انه بعدنا عم نفوق بقلبه في شوكولا، في الكونتور تبعه اللي هو الكونتور. جاتو بيبقى، عرفت شو؟ بوزه الثلج، سوربيه، هول احسن اوبشنز. طيب للأشخاص اللي هلأ بينزلوا على البحر، كيف لازم يكون مثلا إذا ضلوا من الصبح شو لازم لبالليل، ياكلوا هيك؟ شو اوكي، لازم ياكلوا أشياء صحية وما تضايقهم، يعني ايه، على البحر والشوب وهيك، عسى ما يصير مزبوط، عندهم دياريه أو شيء؟ صح. في الواحد اذا مثلا ما بحب ياكل على البحر، في يتروق ترويقته بالبيت، يشرب القهوه وكل شيء، يروح على البحر، في ياخذ معه كتير سناكات هينه ياخذها وياكلها يعني على البحر. فينا نعمل نقصقص جزر بكيس مع حامض مثلا، بكون عم ناخذ البيتا كاروتين قلنا للون الحلو، والفيتامين سي كمان اساسي. فينا ناخذ هيك كيس صغير فيه ناتس، جوز، لوز، هالامور هيدي، هيك كيس صغير مع شويه مثلا زبيب، هيك قصص كمان بكيس. فينا ناخذ بروتين بار اذا بنحب، كمان للرياضيين اللي بدهم يحافظوا على البروتين بالنهار وياخذوا كميه معينه. فينا نطلب بوزه مثلا مثل ما قلنا ثلج بكون في على البحر هالقصص. اذا الواحد كثير على باله يشرب هيك شي درينك مثلا، في يلتجئ للبيرا اللايت اذا كثير على باله شي الكول مثلا، للواين مثلا كمان، الروزي والابيض الكالوريز، هو شغلتين كتير منيح. بيكتر على البحر الفاست فود، انه كله مزبوط، برجر وهيك، قد ايه كمان اشياء سهله للاولاد الان. هيدا الشيء غلط، وبياكلوها يمكن بكميات وما بينتبهوا مع التشيبس وهيك او الفرايز. هون بحس حق على الاميات، لانه انه هن انه الولد شو معه خبر شو بتعطيه رح ياكل. فانت اذا طعميتيه بالبيت مثل ما قلنا الترويق، او اخذتي له انت سناكات هيلثي، ما رح يكون عنده غير هالاوبشن ياكلهم. فاحسن نعطيه بنقول له انه هذا اللي فيك تاكله، بكون جعان الولد ما مش ايش هو على البحر قد ما حارك، فبصير بياكل حيلا شي ساعه. يعني كلمحة بعد عن السعرات الحرارية، شو بتحب تضيفي سابين؟ مثل ما قلنا قبل هيك ككونكلوزيون، اقرا مظبوط السيرفينج سايز، يعني مثلا شوف قد ايه في وحده ولا اثنين ولا ثلاثه ولا خمسه، حسب قد ايه في بكل سيرفينج الكالوريز، نعملها ضرب السيرفينج بقلب الكيس كم وحده فيه، نركز على التوتال فات قد ايه في ساتوريتد فات، نطلع على السكر بقلب هذا النوع الاكل. اوكي، هو اشياء المضره، يعني نشوف كل ما تعدوا ال 5% كل ما يعني في كثير كميه بهذا البرودكت، احنا نبعد عنه احسن الى اخره. هي هالاساس كله. نصيحة أخيرة أقدميها لمشاهدينا هلأ مريم تي في، ليكون نظام غذائي وصحي. انا بنصح الكل ما يحرموا حالهم من شيء ياكلوا ان مودريشن، انا هيدا نصيحتي على طول بقدمها لكل العالم اللي بعرفها وحواليي، انه ما يمنعوا حاله عن شيء، لانه ما في الواحد بالنهايه بده يرجع ياكل الشغله لو ابتعد عنه، فياكل كل شيء وينتبه للكميه، بضل محافظ على وزنه وكل شيء. اختصاصيه التغذيه سابين صواي، انا بتشكر كثير على كل النصائح اللي قدمتي لنا اياها، ميرسي إليك، على امل انه نستضيفك بحلقات مقبله. شكرا ميرسي كثير لما لك. مشاهدينا، بريك وبنرجع، انطرونا.